كل سنة وانتوا طيبين يا عيال. وانت طيبة يا ام. دوقي بقى يا كيتي عامل ايديا. كل سنة وانتوا طيبين. ماما جت. حبيبتي. ازيك يا ماما؟ كل سنة وانتوا طيبة. والله العظيم كده بقى في عيد. قلبي يا روح. ازيك يا أميرة؟ كل سنة وانتوا طيبين. ازيك يا بت؟ تعالي. كل سنة وانت طيب يا سارة. اتفضلي. طيبة. وانت طيبة. عملت شعرك. اتفضلي اتفضلي. تعالي اقعدي يا كيتي تعالي. ازيك يا ماما؟ حاسين يا ماما قوي. ايه ده احنا نقعد كده؟ النهارده العيد عايزين نرقص ونهيص. مزيكا بقى يا ماما. مزيكا حبيبي. ازاي؟ ماما جت. حبيبتي. ما انت مجيتك دي اكيد وراها حاجه. وانت ما تعمليش حاجه ابدا يا بنت الوجه الله. بقول لك ايه يا كيتي؟ بعدي عن مراد احسن لك. وانا مالي يا اختي؟ امال مراد بتاعك ده اصلا مالك يا اختي؟ ان انت اتدحلبتي وراه لحد ما خليتيه يفسحك ويخرجك معاه، مع انه كان المفروض يخرج معايا انا. لا يا حبيبتي، هو اللي قال وهو كمان اللي كان مصمم. بلاش شغل الرقاصين ده، انا فاهماكي كويس قوي. تكلميني كده ليه؟ عشان مراد يا حبيبتي لما بيتكلم عليكي معايا بيقولي عاملوها كويس، حرام دي يتيمة وملهاش حد. هو قالك كده؟ بروحي بقى يا حبيبتي عيطيله، يمكن يحبك. ما انت عبيطة وفاكراها يحبك. مراد يا حبيبتي عمره ما هيعبري. عارفة ليه؟ لأن هو بيتعامل معاك على إن انت يتيمة ملكيش حد، شفقة يعني. قرية يا بنت انت، ما تلمي نفسك. ايه اللي طلعت باللي انت جايه؟ اتجننتي بقى؟ انا تعبت منك بقى. اوعي انت مجنونه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعملوه ده؟ شايفه السفرله؟ ادي اخر تربيتها وقعدتها في بيتنا. تعالي تعالي وسيبيها بقى، حرام عليك. انا غلطانه اللي جيت اخد بخاطرك. يلا يا اميره. روح وصلهم يا سارين. حاضر يا ماما. ابنك؟ انت خلاص عملتيه ابنك؟ ده انت حيالله في التاني. اللي عندك دم دي ام برضه. مالك عنيد كده ليه؟ ما تزعليش يا نسمه، بكره تعوضيه ان شاء الله. انا خارج. مش تستريح الاول من السفر؟ لا معلش، عندي مشوار مهم. سفريه الشوم. انت قصدك ايه؟ قصدها ان السفر ما كانش وقته لانه خطر على الحامل. مالك عصبي كده ليه؟ يعني خلاص؟ انا السبب؟ انا اللي اجهضتها؟ تمام، انا غلطان ان انا كنت عاوز احتفل بيها اساسا. دي اخره الدلع الماسخ. خلاص ما بقتش عارف الصح من الغلط، متكبر ومغرور. مش حاسس ان ابنك مات؟ مش حاسس بقهره مراتك؟ انا اصلا مش عاوز ولاد، مش عاوز يكون لي ولاد. ان غير ولاد هتنشف وتموت. الاولاد هم حبل المستقبل اللي لازم تمسك فيه بايديك واسنانك. ما دام مش عايز ولادي اتجوزت ليه؟ أنا اتأخرت. أنا الظاهر ما عرفتش أربيك. الظاهر كده. أيوه. ايوه ايوه قلت ايوه. مين؟
أنا البواب يا دكتور. مين؟ البواب. بواب مين ودكتور مين؟ كل سنة وأنت طيب يا دكتور. أنت مالك؟ معلش أنا بس مراتي عاملة شوية كحك وبسكويت وقلت أعد على حضرتك أدوقهم لك. ما تخافش يا دكتور، ده معمول بالسمنة البلدي. دوق دوق ما تخافش. دوق يا دكتور، ده حاجة حلوة قوي. هات خلاص خلاص، أنت هتقعد ترغي. يلا امشي امشي. يلا يا رغاي امشي. حاضر حاضر امشي. حاضر. طبعا سمنة بلدي وسكر. جميل جميل كحك. جميل كحك. جميل صحيح يعني. ايه احلى ملك؟ مالي ايه يا انس؟ بفكر في امي اللي ضاعت. طب وهنعمل ايه اكتر من اللي عملناه؟ دورنا في الشوارع وفي الاقسام ما لقيناهاش. مش كفايه اللي عملناه؟ ما كانش كفايه يا انس. امي مش واحده عاديه، ممكن تخرج اي وقت وترجع اي وقت. امي فاصله من العالم خالص. حاسه ان انا السبب في ضياعها. حلا يا حبيبتي، انت كده محمله نفسك فوق طاقتها. يا انس دي عيلتي كلها بعد ما اخواتي راحوا. انا حاسه ان انا اللي قصرت معاها وان انا السبب في ضياعها. ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول ان انا ما حسيتش بيها لما كانت في المستشفى. ايوه كنت بتزوريها يا حلا. بزورها يعني بعمل الواجب وخلاص. كان المفروض اخدها في بيتي، اخدها في حضني، احطها في عينيا، مش هتصرف معاها زي اي واحده غريبه رايحه تزور واحد مريض وخلاص. يا حبيبتي انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ الست كان عندها ظروف خاصه، يعني عايزه رعايه خاصه وادويه معينه. عشان كده ما كانش لازم اسيبها. ما كانش لازم اسيبها يا انس. طيب خلاص معلش اهدي وان شاء الله هنلاقيها. ان شاء الله. حد يقول لي انا عايش ولا ميت؟ حد يقول لي انا ليه كده؟ معقول ابقى مش قادر اسمع صوت ابويا ونفسي يموت النهارده قبل بكره؟ معقول؟ معقولة حاسس إن أمي دي مش أمي؟ عمري ما ترميت في حضنها وحسيت بالحنان أبدا. ترميت إيه؟ أنا عمري ما ترميت في حضنها أصلا. لا ده أنا كمان حاسس إنهم أعدائي. إزاي بقيت كده؟ إزاي؟ انتم مين؟ تعال هنا
انت مين انت؟ انا الغفير. وانا هنا نظرة المدرسة يا عبيط. نظرة المدرسة؟ ايوه طبعا. طب يلا اتفضلوا اتفضلوا بره. انت ازاي تقولي كده؟ انا الغفير بقولك اتفضلوا بره. انا هرفضك. افرديني بس اطلع. انا رايحة دلوقتي مكتب الوزير. ماشي بس اطلعوا. اطلعوا دي. اطلعوا بره المدرسة. اخص عليك اخص. بره اطلعوا. اخص. اطلع. يا بنت. لا استنى يا اماني. انا راجعة يا اولاد. انا راجعة. اطلعوا. يلا. امشي. يلا اطلعوا بره. امشوا. تيجي يا بنتي تقعدي لك معانا يومين ثلاثه ما دام جوزك مش حاسس بيك كده. لا يا عمي ما تظلموش. يحيى عنده مشاكله وشغله، يعني اكيد هو مش قاصد يسيبني لوحدي. وبعدين انت متخيل ان يحيى ده يقدر يعمل لنفسه كوبايه شاي؟ يحيى ما يعرفش يقعد لوحده وانا ما اقدرش اسيبه. والله انت خساره في امه. صباح الخير. في حد مراته مسقطه يبقى تبرع؟ في انا. انصاف. ما لازم حد يتكلم معاه. ده ما بقاش فرداني دلوقتي، ده متجوز. بدل ما تقعد جنبها سايبها وسرح طول الليل. لو حسبتي كلامك معايا من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي هتلاقي 90% منه من عينه الكلام ده زفت. يحيى تعالى عايزك في كلمتين. ليه والكلمتين دول ما ينفعوش هنا؟ ايه؟ هنا كوخة؟ ولا ايه؟ ولا كلامك هيبقى أنقح من كلام الست إنصاف مراتك؟ بقول لك ايه؟ أنت سهل عبط علينا على الآخر. تطلع تنزل مراتك لازم تقبل. أنت متجوز بقالك سنين ما شفناش منك لعيل ولا تيل. أنا بقولها لك أهو شهرين ثلاثة ونسمع إن مراتك حامل. أنت تتعدل وتبطل شغل الجنان بتاعك ده. البت سقطت بسببك. وانتي مالك؟ انتي مالك؟ هتفضلي تعيدي وتزيدي في امك الكلام ده حفظته خلاص. وبعدين دي حياتي الشخصيه لو نسمة مش من حق اي حد انه يتدخل فيها. ولا ده كلامك بقى يا استاذه نسمة؟ انا تعبانه. هروح اقضي عن اذنكم. اوعى تنسى ان انا امك يا يحيى. امي؟ امك اللي عجنك وخبزك وعارفه مخك السن اللي عاوز تاذي بيه غيرك. محدش عارف مين اللي مخه سن ومين اللي عاوز يعقد وما يصلحش. بقولك ايه؟ خليكي في حالك. خرجيني من هنا. عرفناش نربي. يعني أنا وأخواتي دلوقتي في حكم المفقود؟ بعد 4 سنين استلم فيهم كل حاجة وتصرف فيها بشكل قانوني. ألا طب والميراث؟ هنرفع قضية، بس هو يقدر ينكر اللي هو شافك؟ ينكر إزاي ما أنا قاعدة قدام حضرتك أهو كل أوراقي معاك. إحنا هنقدر نلغي حكم المفقود بالنسبة لك أنت بس. طب وعمي واللي عمله؟ للأسف المستندات اللي قدامي بتقول ان موقفه سليم. ماشي مشوار ولازم هنكمله.
حضرتك تقدر ترفع قضية الميراث. نلغي حكم المفقود الأول. اللي تشوف. أنا أقدر آخد عنوان مكتبه وتليفوناته. اتفضلي ده عنوانه وتليفونات بيته وشغله. شكرا. حبيبي هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي. يعني ممكن بلا شرب قهوه بعد الساعه 8؟ ليه، هو القهوة حرام بعد الساعة 8؟ لا بس عشان صحتك يعني، كفاية عليك الترامادول. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص خلاص يا يحيى، أنا أسف، أنا عارفة إن أنت مش هتسمع لي أي كلمة. كافيين؟ أنا واقف برا قدام الكافيه. آه رئيس برا. طب أنا طالع لك دلوقتي، سلام. هجيب حاجة بس وجاي. ينفع كده؟ ما تأخرتش. والله العظيم مسافة السكة يا برنس. عاش من شافك يا كيتي، والله ما أزعل منه عشان خاطرك انتي. والله انت برنس السنين وعسل. اياد مالك قفشت كده ليه؟ حد يقفش كده من خطيبته؟ لا يعني انا مبسوط. ايه يا برنس؟ خطيبة مين؟ انا مش مخطوبة، حتى فتشني. اه طب اطلع اطلع. يلا اتكلوا بقى. ماشي. الحفلة اللي جاية امتى؟ هو قريب ان شاء الله يا باشا لو مسكناش. يبقى قول لي. ها؟ مسكناش؟ يحيى بيه لو بطل ياخد ترامادول انا بيتي هيتخرب. ولو بياخد ترامادول برضه بيت اهلك هيتخرب. انت مالك بتفولي عليا كده ليه؟ يا ده انت حمار يا ياطي، يخرب بيت امك، ده انت في كلية هندسة. نبقى كيتي اطلعي من دماغي عشان انا مش فايق لك. يلا ده انت ممكن تتمسك وتروح في 60 داهية وتخش السجن وروح مستقبلها خالص. طب امك المسكينة دي هتعمل ايه ساعتها؟ الله يخرب بيتك، فكر. ايه يا كيتي؟ خلاص دخلتي ام السجن وضيعتي مستقبلي، ايه الفيلم الهندي اللي انت عاملاه ده؟ يا ده انا قلبي عليك. طب وانا روحي فيك. لا بقول لك ايه؟ فكك بقى من الكلام ده والسكة دي خالص، عشان احنا اصلا ما نجص لبعض. ده على اساس ان احنا راضعين على بعض ولا ايه؟ لا يا خفيف، على اساس ان احنا عارفين كل فضايح بعض، وفي اول خناقة هنجز على بعض ونقول كل اللي عندنا. وده ما ينفعش يا حلو. صح. بقول لك ايه؟ انا غلطان، بعت رمضان براحتك، يلا وبنسك. ربنا يخليك ليا. يلا نمشي. على فكرة انا عارفة انت جبت ايه. بسم الله ما شاء الله على الذكاء. ايه بقى؟ الترامادول تاني؟ طب وبعدين؟ هو احنا جايين نقعد مع بعض في هدوء ولا جايين عشان نتخانق؟ هو هنا وفي البيت طول الوقت؟ انت اللي في ايه؟ انت بقيت عصبي قوي. الترامادول ده سيطر على حياتك، هيضيعك، بقى معاك في كل وقت، في جيبك وفي درج المكتب. مش ممكن يا يحيى، صدقني والله العظيم هيضيعك، انت مش حاسس. اوكي يا نسمة، لما ابقى اضيع يبقى معاكي حق. ممكن بقى نقعد هاديين شويه ولا نروح؟ اقول لك على حاجه، قومي بينا نروح. لا مش هنروح يا يحيى، احنا لسه ما كملناش قعدتنا. بعدين طالما بتخنقيني كل شويه يبقى مش لازم نقعد. قومي. متر شيك لو سمحت. عملت ايه عند المحامي؟
واضح ان الموضوع صعب قوي. صعب ازاي يعني؟ يعني مجدي نفسه لو كان سمع كلام المحامي كان اطمن اكتر مني. طب والورث؟ الورث؟ الورث بتاعي؟ يدينا ويديك طول العمر. المحامي قال لي ان احنا لازم نكمل في القضيه لغايه الاخر وناخد وقتنا. طيب كويس، خلينا ماشيين وراها لغايه لما نوصل لحاجه. كويس ايه وزفت ايه؟ انت مالك واخد الموضوع ببساطه كده؟ بالعكس، انا بتكلم معاكي كده عشان مش واخدها ببساطه. عارف ان عمك عامل لنا محضر بعدم التعرض، بس عايزاني اقول لك ايه بعد ما قلت لي كلام المحامي. يا ما تقولش حاجه، احسن لك ما تقولش حاجه. انت يا نسمة، مش قبل ما نكمل كلامنا، كلام مش هيخلص يا نسمة، مش هيخلص. انزلي انت دلوقتي وانا هلف بالعربية شوية ونبقى نتكلم بعدين. ما هو بعدين ده ما بيجيش ابدا يا يحيى، ما بيجيش. هتفضل تلف بالعربية لحد ما نام، وبعد كده تطلع تنام تحلم فيهم بكوابيس، تقوم من النوم تاخد لك برشمتين، تروح الشغل ترجع تعبانه، اقول لك نتكلم تقول لي بعدين، بعدين ده ما بيجيش يا يحيى. انت اتجوزتني ليه؟ هات لي موضوع واحد من ساعه ما اتجوزنا كملناه. اتجوزتني ليه يا يحيى؟ عشان بحبك. وانت عارفه ده كويس. اتجوزتك عشان بحبك. أنا عارف إنك أنتي مستحملاني ومستحملة قرفي، بس والله العظيم كل ده مش ذنبي، مش بإيدي. وعارف كمان إنك أنتي متضايقة بسبب موضوع الخلفة، بس لو فكرتي في كلامي هتلاقيني حاسبها صح. يحيى أنا مشكلتي دلوقتي مش موضوع الخلفة ولا العيال، أنا مشكلتي فيك أنت. أنا مش لاقياك يا يحيى، حتى وأنت معايا بتفكر في مليون حاجة غيري. أنا مش لاقياك يا يحيى. بتعمل ايه؟ هطلع معاكي. انا ما يخلصنيش ابدا انك انت تكوني زعلانه مني، عشان تعرفيني بحد. يلا يا أم سارينا، يا أم سارينا، جايب لك كباب وكفتة. كباب وكفتة مرة واحدة؟ شوية بقى كباب وكفتة يستاهلوا بق. تعيش وتجيب لي يا ابني، صدقي كان نفسي فيه. لا أنا وشيفها خالد. الله يخليك يا حبيبتي. افتح يا عم يلا بسرعة، جعانة. خدي افتحي السلطة، خدي افتحي السلطة. السلام عليكم. عليك السلام. ازيك يا ام سارينا؟ اهلا يا ابني. خير يا كابتن؟ معلش ممكن تسيبني مع مرات شويه؟ لا مش فيلم عربي هو كيتي، الموضوع ده لازم يخلص دلوقتي وقدامي، مش عايزين فيه لت وعجن كتير، احنا مش ناقصين لا له ولا الاميره. خلاص يبقى يخلص في الشارع عن اذنك. براحتك، بس لو نزلتي معايا كيتي يبقى انت بتثبتي كلام اميره عنك. ما تسمعيش كلامه ده، احول مش عارف بيكلم مين. أنا مش عارفة إيه اللي قلبه كده. يا ستي لا قلب ولا عدل، أنا اللي هنزل ولما تخلصته بنت أقول. استنى استنى يا سارينا،
مش هتنزل والله ما انت نازل. هنقعد ناكل مع الاستاذ مراد، ده ضيفنا يا واد. تعال تعال. يتفضل يما، بس انا ما قلتش حاجه يعني. ملوش لزوم يا ام سارينا، انا بس كنت جاي افض الاشتباك اللي ماليش ذنب فيه اصلا. اتفضل والنبي، والنبي اللي انت قاعد ما تكسرش ام سارينا. اتفضل. يلا اتفضل، استنى ما اجيب لك. لا لا، عندك عندك يا ام. اتفضل يا ابني اتفضل، افتح هات رغيفك. يلا عشان يبقى عيش وملح وكفته. ايه ده؟ جيت بدري يعني؟ الغرزة قفلت ولا ايه؟ أنا شفت أماني مرات أخويا النهاردة. إزاي؟ حاجة تجنن. العيلة دي مش عايزة تختفي. زي ما أكون أخويا وهو ميت بيحركهم عشان يغزوني ويضايقوني. أول ما بصيت في عينيها شفت منير وولاده. تلاقيك بيتعيق لك. المجانين اللي زي أماني مليين البلد. بقول لك شفتها شفتها، انا حافظها. عارفه يا اخويا انك حافظها، وهو ده اللي كان مجنني من يوم ما اتجوزتك، وانا عارفه انك شايفها هي مش شايفني انا. انا كان نفسي اقتلها، بس يلا هي اتجننت وريحتني. بس انك تجيب لي سيرتها تاني تبقى انت بقى اللي عايز تجنني. انت اكيد اتجننت فعلا. أنا بقولك شفتها 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 بعينيا. كنت عايز أدوسها بالعربية وأسويها بالأسفلت. بعد ما سبتها ومشيت رجعت أدور عليها تاني، بس كانت اختفت وكأنها فص ملح وداب. أنا هنزل أدور عليها تاني. تبقى أنت كده اتجننت. بقولك إيه، إحنا بلدنا كبيرة قوي مفيش فيها حد بيلاقي حد. انساها انساها عشان هي كمان تنسانا. بقولك ايه، معكش سكرة؟ سكرة ايه؟ محشية.